الحلقة الرابعة من سلسلة محاكي السوبر ماركت. يا بيكابو، شو المحل، يا سلام زي ما هو. من آخر حلقة خلينا ناخد مراجعة سريعة الحلقة الماضية، إيش سوينا؟ حولنا نزود الأسعار ولكن ما حد اشتراها. شكرا لكم، شكرا لتعليقاتكم اللي فهمتوا انه ممكن اخذ منتج هم يحتاجوه، مثلا زي الخبز نحطه في رف لوحده ونحط دولار. حنجربها هالمرة. دولار اقصده دولار. اهلا دراج، صباح الخير، كيف حالك؟ يا سلام. الهدف في هذه الحلقة حنفتح هذا الباب وخلينا نشوف ايش الاشياء الثانية اللي موجودة. الله ودي صراحة اشتري اشياء بس ما عندنا فلوس، ونحاول نلون المتجر حقنا ونخلي شكله احلى واحلى اذا كفت الفلوس، اذا لا عاد ما اقدر اسوي شيء صراحه. المهم احنا نحاول نكبر المحل وناخذ منتجات جديده، وحنوظف هذا الموظف اللي حيساعدنا في شيل الاغراض. لسه للاسف في اشياء ضروريه لازم نشتريها، ويخلونا نركز على 5000 دولار. قبل لا نبدا لا تنسوا تفجروا المقطع لايكات الان، وخلونا نوصله كمان ل 5000 لايك، ويلا خلونا نبدا. صباح الخير، لسه ما فتت يا مزه، تعالي بعدين السوبر ماركت حقي. اوكي خلونا اول حاجه نحل قبل ما نفتح شو اسمه، انا ايش قاعد اقول متجر يا ربي. قبل ما نبدا يعني السوبر ماركت حقنا خلونا نظبط الاغراض. ممتاز، هذه حنشيلها من هنا حنحطها هنا. انا قاعد اسمع نصايحكم، قلتوا لي خلي مكان يا بيكا عشان يجوا يشوفوا. خلونا نغير السعر حق هذا خلاص، لانه مو هذا المنتج اللي احنا حننصب على الناس فيه وناخذ فلوسهم. نقدر نشتري ستورج، خلينا نوسع نشتري الستورج ب 800، ايش رايكم؟ بس اذا اشتريناه ب 800 ما حيبقى لنا ولا حاجه. لا 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 خليه نبغى شو اسمه. الفواتير، نسيت انه عندي فواتير ادفعها. لا خلاص يقول هذا بكره تومورو، فعادي البنك يقول 2 دايز ليفت لسه يعني. اوه نقدر ناخذ قرض، قرض متوسط. والله انه فكره صراحه، ناخذ القرض ونظبط ابو السوبر ماركت حقنا. طب دقيقه خليني افكر، يا ربي احتاج تفكير، يا ريتكم معايا يعني الان عشان تساعدوني في التفكير. خلونا اول حاجه نشتري رف، ايش رايكم؟ اوف هذا الرف ب 75 صغير، ايش رايكم نبيع فيه الخبز؟ والله حيكون مره دايم، تتوقعوا ينفع ولا لازم رف كبير؟ خلونا ناخذ الرف الصغير، يا رب انه يكون ممتاز. يا سلام يا سلام، شوفوا هنا حيكون الرف الصغير. دقيقه هنا افضي له مكان. اوكي هنا، الله حنحط الخبز هنا. بس يبغالي كرتون للخبز، ما اعرف، خلينا نطلب خبز. ابى اسوي الحركه اللي قلتولي عليها. طيب نحط بس واحد. طب وهذا كيف اصرفه؟ باقي هنا اثنين. اسمعوا لما يبقى واحد نصرفه، نحط باقي الخبز هنا، حرام نرمي نعمه. طب ايش رايكم خلينا نشتري بس نكمل الاغراض دحين على السريع، وعشان نبدا اليوم بس خليني اشوف ايش اللي ناقص واشتري. A few moments later. وبكذا اخيرا خلصنا كل الاغراض، عبينا، شوفوا كيف عبينا المكان كله، وهنا كمان الاشياء الناقصه خلصناها كمان، بس باقي هذه الكيكتين نجيبها وخلاص يصير كل شيء تمام عندنا. هذه الخدعه لسه ما حنسويها دحين، يلا خلينا نفتح اليوم. ليتس جو نبدا. كان معانا 1000 دولار صار معانا 255 دولار. شوف الاغراض كيف، يبغى لنا والله المستودع لازم نفتحه. تعالوا تعالوا، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ هلا ليلى. ليلى يعني الواحد ان شاء الله ذكريني بكره اجيب لك بلوزه تلبسيها، مسكينه ملابسها تقطع. تعال هلا والله، انت شبيه راج والله. اللي ياخذ الخبز، اوه هذا غلي، هذا غلي، لازم نغلي سعره، نخلي 5.75. يلا اوف اوف اوف، هذا لازم اعلي سعره، 7 دولار ولا لا لا، عشان الان هذا 6.90. ممتاز، الخبز خلص يا جماعة، الخبز خلص. اوكي اوكي الحين بدأت الخطة. اوكي هنبدأ الخطة الآن. وين الخبز؟ ايوه هات حبة نحطها هنا لوحدها. اوكي السعر لازم نغيره نخليه 1000. شوف يشتري، يا رب يا رب واحد يشتريه، سووا دعاء سووا دعاء. هذه الخطة لقيتها في التعليقات، في احد كتب لي هي، نشوف مين يشتريها ب 1000 دولار. يا الله وربي حيكون مرة حماس. اوكي هلا والله، هلا ويلكم ويلكم، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا رب احد يشتري، يا رب يا رب يا رب، سووا دعاء سووا دعاء. عارفين ايش الخطه؟ تكون اخر قطعه خبز موجوده عندي وسعرها مره غالي، فما عنده اي مجال يقول لا ما ابغاها، عرفتوا؟
فهذه هي الخطه. انا ايش بديته مره فلوس كثير؟ الو، واضح اني غنيه اليوم، واضح اني ابغى اعطيهم. وربك تحدي له 85 دولار. يا الله ايش الاشياء الكثيره هذه، ما شاء الله. احنا نشوف اللي يشتري الخبز معناته حيخلينا اغنياء. يلا خلينا نقفل هذا، خلينا نشوف شو لين دحين مكانها، بس ما اعرف حيشتروها ولا لا صراحه. يغالي والله موظف يحط الاغراض بدالي، والله حتى الدقيق خلص، الناس قررت تشتري دقيق بدل الخبز. هذا غالي غالي، شغل اللمبه احس ظلام، وربي زحمه مره. خليني اساعده، خليني اساعده، واحد يبي يشتري الخبز. ترى اخر خبز فاخر من فرنسا جبته خصيصا. هلا والله هدى، هلا هلا منوره، اهلا وسهلا. في خبز خاص ليكي جبته، ما تبغيه؟ اوكي مسويه دايت. ما حد اخذ الخبز؟ لا ما حد اشتراه، اعطيته ب1000. بس ما شاء الله شوفوا الريسك كيف، شوفوا من بدايه اول يوم بدانا فيه انا حطيت الخبز. حنشوف لين نهايه الحلقه هل حيشتروا الخبز هذا الغالي ولا لا. وفي نفس الوقت حنوظف، لازم موظف. اسمعوا عندي خطه مره حلوه. اوكي ابى اعبي الخبز هنا تمام، ونبغاه يشترى، ولكن ابغى اشيل هذا الخبز. اوكي حنحطه هنا عشان نبغى نتخلص من هذا الخبز، نخليه بسعره الاساسي 0.57. اوكي حنبيعه في اليوم الثاني. خلينا ننهي اليوم. اوه قبل ما ننهي اليوم لازم ندفع الفواتير اللي علينا تمام، وخلينا ندفع حق البنك. يلا خلينا ننهي اليوم. يا سلام. اوكي بس يقول برودكت واحد، سعر المويه قل وسعر زيت الزيتون قل. اوكي لازم ننتبه للاسعار اول باول وننقص اسعارها عشان لا يقولوا ايه غالي او مدري ايه. اوكي خلينا نشتري. يا سلام ما شاء الله باقي عندنا فلوس. لا تكفى، لا اشتريت هذا مره ثانيه حرام. بسرعه بسرعه كذا الحين نوزع الاغراض كلها. نبدا اليوم اهم شيء عشان قبل ما يجوا الناس احنا نوزع الاغراض. اوكي جو جو الناس، بسرعه بسرعه نحط هذه هنا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اوكي ويلكم سير تو ذا بيست سوبر ماركت بيكابو. 20 دولار. اوكي تفضل. هذا اليوم حنحاول نجمع فيه فلوس كافيه انه نفتح الستورج ونوظف موظف جديد، وكمان الهدف انه احنا نخلص الخبز الباقي عشان قطعه الخبز الاخيره هي اللي حنزيد فيها السعر في اليوم اللي بعده. اوكي شوفوا كم جمعنا ما شاء الله 1600، يعني بالراحه هذه المره حنحقق ال 5000 دولار. واو شوفوا ايش قضت، واو ربي انتي بسميك الأميرة. ما لقيت زيت حتى، كانت بتشتري أشياء وما لقيتها. الزيت والجبنة وعصير البرتقال، خسارة المفروض كنت اشتري اليوم. خلينا نشوف الفواتير حقت البنك ندفعها، ما شاء الله جمعنا 2000 دولار. اوكي خلينا ننهي اليوم. اوكي برودكتس نوت فاوند 11، بس الأشياء الغالية ما هي عندي. ممتاز ممتاز. يبغالي اشيك على الاسعار، الكيك والجبنه غلي سعرها. اوكي ولا الكورن فليكس. يلا خلينا نطلب الاشياء ونوزع. دقيقه الحين طلبنا الاشياء حلو. الشيء اللي ابغاه هنا هذا الخبز فقط حينحط هنا. اوكي تمام، فاحتفظ بالكرتون احتياطا اذا كنت احتاجه بعدين. خلوني اشتري الستورج. يلا ليتس جو، متحمسه. اوكي مستعدين نصرف 800 دولار، عندنا 1600 فحنقدر. ممتاز اخذنا الحين الستورج. ليه ما فتح؟ يكون فتح الباب اللي برا. اوكي هذا هو الستورج. طيب ليه ما ندخل من هنا؟ ليش كذا المشوار؟ اوكي معناته لازم نجيب موظف. الموظف فين الموظف؟ يقول ما حنقدر نوظفه الا في حاجه ناقصه، لازم نشتري حاجه اسمها راك. اوكي اتوقع حنلقاها هنا. هذا الراك، ناخذ الصغير ولا الطويل؟ مو مدري، باخذ هذا العادي عشان 200 دولار. هذا 250، حنشتري هذا وكذا صارت معانا 600، يعني صرفنا حول ال 1000 وشيء. اوكي هذا ما تنحط في الغرفه السوبر ماركت، بس نحط هنا في الستورج. يا سلام صار عندنا مخزن. اوكي ما حشيل الاغراض، ابغى اوظف الموظف اشوف ايش يسوي. الموظف الثاني ليتس جو. نقدر يس وظفناه، اهلا وسهلا. شو حبيتك، انا حبيتك. رمز لا ما حبيتك، رمز صندوق اللي كنت ابغاه. او ماي جاد ايش نسميه هذا؟ هذا الموظف نسميه المثالي المريح الذي سوف يريحنا من التعبئة. شايف يا راز جبت موظف يساعدنا. يا سلام تعال اساعدك حتى انا. اخيرا وظفنا موظف جديد يس. يلا خلونا نفتح المحل، احس ان احنا جاهزين. بس دقيقة لازم اغير السعر.
إلى $1,000. يس ليتس جو، خلينا $1,000. يلا نشوف الخبز هذا أحد حيشتريه ولا لا. إيش قاعد يسوي؟ الله شوفوا، يقول هنا باقي 17 حبة من المشروب الغازي. أوكي يا سلام وربي، أنا ما نعرف إيش يسميه. إيش نسميك؟ عمر، خلاص سميك عمر، عمر الفنان، عمر اللي يساعدنا. وربي إنه هذا الموظف المثالي، بدي له نجمة. يا جماعة أحس إني ارتحت، باقي بس أجيب كاشير ثاني وخلاص. أوكي بقفل هذا، أبغى راجل يشتغل. خلينا نغير مكانها كده، تكون مقابلة لراج. أيوة كده مكانها كويس. أنا دحين إيش اللي أسوي؟ أشوف إيش اللي ناقص وأشتري، هذا اللي عليا. الحين ليفلنا 16، ايش نقدر نسوي كمان؟ نقدر نشتري لايسنس، اوه نقدر ناخذ الصوابين. نايس، منتجات الصوابين نقدر نشتريها، وكمان نقدر نشتري انواع الاجبان والعسل والتونه. واو، وهنا الزبده والسيريال، والله اشياء كثيره نقدر نشتريها، بس نحتاج قرض اذا كنا نبغى نكبر المكان اكثر واكثر. فهذا حننساه، نخلي الخبز هنا وننساه، عرفت؟ الى ما احد يشتريه. ان شاء الله ان شاء الله تزبط الحركه، اذا ما زبطت عاد خلاص ايش نسوي. طيب ما اقدر اوظف كاشير ثاني، خلينا نشوف. احتاج اكون ليفل 20 عشان اقدر اوظف الموظف الثاني. وطيب لو نبغى نوسع المكان اكثر، نحتاج 1300 عشان نوسع المكان اكثر. أبغى أشتري الحليب والسكر والسباجيتي، خلينا نشتري الأشياء الناقصة، هو اللي يوزع. شوفوه، الله يا عمري يا فنان أنت يا شغيل. ورب أحس مرة شيء حلو صراحة، أحلى شيء سويته وظفت هذا الموظف، يعني بعد راج كمان. يقول تو إكسبنسيف، ليه؟ أنا ما غيرت الأسعار، ما غيرت الأسعار. أوكي أوكي، أهلا وسهلا، ويلكم، شكلك عندك طبخة اليوم كيك يا كيكة. ايوه اشتغل 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 كويس يا عمر عشان تحلل راتبك. لا هديتك 5 زيادة، تعالي يا نصاب. والله الاغراض صايرة عندي فاضية، لازم اشتري رخصة جديدة. والله شكرا شكرا انك اشتغلت. يبغالي اجيب لمبة هنا، يبغالي والله اضبط المكان كله، احس هنا ظلام فلازم اجيب لمبة. خلينا ننهي اليوم. 9 اشخاص حاولوا يشتروا، بس في اشياء كانت غالية، ما حد قدر يشتري الخبز. خلينا نشتري الاغراض بسرعه عشان يعبيها. خلينا ناخذ كمان واحد ثاني عشان يعبي فيه الاغراض، وناخذ لمبه. اوف اللمبه ب40 غاليه، كل شيء غالي. فين اللمبه؟ هذه اللمبه اتوقع. ايوه خلينا نحطها هنا. ايوه ممتاز. هذه ايش؟ اوكي هنا، هذه هنا نحطها عشان يبدا يوزع الاغراض فيها. الله شوف المكان كيف، مره حلو. ابغى اشوف عبى الستورج. الستورج ليه ما اشتغلت اللمبه؟ ويرد صح، غريب ما اشتغلت. ايش رايكم؟ انا احس مكان مره متخبي. نشوف ايش سوى. الله شوفوا، بس اللمبه هذه ما اعرف كيف اشغلها صراحه. يبغى لنا نسوي شيء جديد، معانا 1200، افكر في توسعه، بس يبغى لنا نشتري الاغراض كلها. يلا ننهي اليوم. ياب في اشياء كثير ناقصه، خلينا نشتري الاغراض. ممتاز، حنساعده، حنساعدك دحين يا عمر. عاد الاشياء الثانيه هو حيروح يحطها. هلا والله، ايش اللبس هذا والحركات، اللون الازرق، ياهو ياهو. ترى عندنا خبز هنا خطير، جودة عالية من فرنسا جبناه. ايوه اوف فجعتني، حسبتها بتروح تاخذه. ابغى اشوف اقدر اوسع المكان ولا لسه. حنقدر نوسعه ب 1300. لسه ما عندنا الفلوس الكافية، افكر اخذ قرض صراحة. عدى اكثر من يمكن 3 ايام وما حد اشتراها، شكلنا حنيأس من هذه الحركة، ما حنتعب نفسنا شكلنا. خلينا نساعد عمر. صراحة الحلقة بعنوان عمر، الموظف الجديد المثالي الذي يساعد بيكالولي محل بيكابو على انه يتطور ويصير اكبر واحسن. طبعا لا ننسى يعني اجتهادك وشغلك يا راج، صح انك بطيء بس يعني انت اسطورة. خلينا ندفع شو اسمه الفواتير اللي علينا. ايه هذا اليوم وهذا اليوم. طيب البنك هذا اليوم، one day left. اوكي هذه دفعنا حق البنك، حلو. اذا ما كفت الفلوس في اليوم الثاني حضطر اخذ صراحة قرض، عشان لازم نسوي الشيء اللي انا في راسي اسويه. الاغراض ما تروح صح وهو شايلها، ولا لازم نستنى؟ لازم هنا نشيل الاغراض، احس لازم اساعده. اوكي الحين انهي اليوم بدل ما في حاجه في يده. اوكي الاغراض ما في احد ما لقي حاجه، ولكن الاسعار الغاليه 4، معناته 4 اشخاص فقط قرروا انهم يشتروا خبز. يعني الخبز شيء اساسي، ودي اكبر المكان فحضطر اني انا اخذ قرض من البنك. خلينا ندفع كل الاشياء اللي علينا، ناخذ هذا القرض ونسدده خلال 15 يوم، ايش رايكم؟ ولا نسدده في وقت اقل، نخليه في 20 يوم. يلا بسم الله.
ياي اخذنا قرض ثاني ليتس جو. اوكي ندفع هذا الفاتوره وهذه اوف 1300. شوف كيف صار. يا سلام شوفوا صار مره كبير ما شاء الله. اوكي معناته لازم نشتري اشياء. صبر ناخذ هذه نحطها هنا المكان صار كبير. اوكي انت تعالي تاني هنا تعالي انت هنا يب كفت كفو والله بالملي. والثلاجة حتكوني مع الثلاجات. قولوا لي اذا انا اسوي حاجة غلط صراحة انا ماني دارية. الظاهر اني هذا حارميه ما ابغاه. وخلونا دحين نشتري لايسنس جديدة. اوكي حناخذ الصوابين ايش رايكم؟ هذه بعدين ناخذها الثانية. خلينا نشتري هذه 950 كفو. حنشتري لها ارفف اكيد. اوه هذه شكلها حلو تصدقوا؟ خلينا نجربها. شوف كيف شكلها. واو شوفوا حبيت. كيف نستفيد منها؟ يعني ممكن كذا تكون المقصد كذا مثلا. اوه نقدر نغطي على هذه ما حد يقدر ياخذها. والله ما ادري ايش المقصد منها صراحه. ايش كيف ممكن نسوي شكلها؟ كيف تكون؟ اخلي هذا رف الصوابين. اوكي عمر وينه؟ والله اني احسبك عمر ترى في كرتونين. اوه احتمال ما يقدر يحطها هنا. طب دقيقه خلينا نشوف ايش المكرر عشان نشيله. هذا عصير، هذه الحلاوه، وهذه القهوه. اوكي خلينا نشيل هذه عشان يجيبها هنا. طيب ايش الاشياء اللي نشتريها؟ صح الرخصه الجديده. خلينا نشتري يلا. يا سلام مناديل وشامبو وغسول يد زي الفيري، غسول للصحون، منظف، وكلوركس. اوكي يا حبيبي شوفوا ممتاز. المناديل نخليها هنا، ايش رايكم فوق؟ اوه تاخذ اكثر من مساحه. خليها هنا. وهذه غسول الصحون هنا. اوكي ممتاز، كرتون واحد ياخذ مساحتين. وهذه غسول اليد، كرتون واحد يكفي مكان واحد. وهذا الشامبو اتوقع حيكفي بس هنا. حلو. وهذا السبراي المنظف. الله صار عندنا منظفات. طيب وين ايش اللي صار؟ ايه والله اني حسبته علق والمويه في يده. خلينا نشتري هذا ونشتري هذا احتياطا. ونشتري كمان من الاثاث، لازم هذا نحتاجه عشان يزبط. ايوه خليه هنا يرتب. يلا خلينا نبدا اليوم. صار عندنا مساحه وصار عندنا منتجات تنظيف. خلينا ناخذ هذه اللمبه ما منها فايده هنا، ونركبها عند الجهه الجديده اللي سويناها هذه. يا سلام خلينا نشغل اللمبه شوف. تترارا. والله كل مره اشوف هذا احس بو عمر. ويلكم يا هدى اهلا. صار عندنا منتجات شوفي. غسول اليد ايوه هذا مره ينعم مره ممتاز. يرسل لك لا ما حطيت الاسعار. نسيت. كان صداع. دخت ساعدوني. هذا ماني قادره احط السعر عليه. ايوه هذا سعره ب 20. لا يا هدى لا اخذت شيء مره غالي. لا تكفى غيرت السعر تكفى. لا حسبي الله ونعم الوكيل. خسرنا فلوس. الغباء غباء. يقول لسه انت تبيعي اشياء ما عليها سعر. قلصوها. كويس هذا 3 دولار. ابغى انصب عليهم نصبوا علي. هذا سعره كويس؟ هذا ما عليه سعر يا جماعه. اضربوني انا استاهل. اضربوني. شوفوا كيف خلصوه في لمح البصر عشانه ببلاش. مضطره اشتري الصوابين مره ثانيه. راج بليز حاسب بذمه وضمير انصب عليهم شويه. شوفوا كيف شوفوا بالله 65 سنت اقل من دولار. يا الهي. يقول تو اكسبنسيف سلايد بريد. كويس كان يبغى قطعه الخبز. شكرا لزيارتكم لسوبر ماركت بيكابو. ايه ساعد والله عنده اغراض كثيره. حتى عمر عليه الشغل مره متراكم مسكين. اوكي نايس. ما حد قادر يشتري هذا. اوكي خلينا ندفع الفواتير عمل ما يخلص. والله وراه مشوار. خليه يحط هذا وعلى طول بنهي اليوم. اوكي ليتس جو. 10 اشخاص لقيوا الاسعار غاليه. اتوقع اللي يبغوا خبز. اوكي حنشوف هذا اليوم ايش حيكون فيه. شوكولاته والباستا غليت سعرها. اوكي بدانا اليوم نحاول نخلص هذا اليوم بسرعه. نشتري هذه الاشياء. او ناقص الفلوس. خلينا نستغنى عن الشلف نشتري الباقي بعدين نشتري. انا استسلم صراحه في الخبز خلاص. غريب اللي ما يشتري من عند المناديل. الناس وسخه ما سوى مناديل. اوه نايس والله انك كفو يا جماعه. خلاص ايش رايكم هنا استفيد. يعني افكر اجيب منتج ثاني صراحه.
اخذتي الخبز؟ تكفى قولي ايوه. تكفى تكفى، شكلك غنية، شكلك مقرقشة، عندك فلوس. اوه نايس. عمر انت اسطورة والله. لسه ما عاد بيشتريه، ما عاد بيشتريه. انا استسلم صراحة، ما زبطت معي الحركة. الحين السؤال، لو انهيت اليوم وهو ماسك الصندوق، هل يختفي الصندوق؟ يقلتش ولا لا؟ نجرب يلا. لا والله شوفوا يمشي زي ما هو. اوكي خلاص حنستغنى عن هذا الرف، اللي بيشتري يشتري. ها عندكم هنا عند الباب، هذا كذا حنحطه. هذه صراحة ما عندي اي خلفية ايش ممكن نكون نسوي فيها. ما زبطت معانا $1000 يا جماعة للمرة الثانية. قربت شوية نوصل لليفل 20 وبعدها حنقدر نوظف راشتو. حنشتري حبة وهذه حناخدها، ما ودي انه يعبيها. فايش رايكم حنبدأ اليوم وانا حشيلها في يدي؟ ما حيقدر ياخذها. ما حتاخذها. ما حتاخذها. شوف شوف علق. ما حتاخذها. يلا خلينا نشوف احد حيشتريها ولا لا، تكون في هذا الرف. اتوقع ما حيفرق اذا احنا خبيناها او لا، عرفتوا؟ فنشوف، هذا تقريبا نخليه اخر يوم للخبز. يا جماعه خليته يعلق. خذ خذ خلاص امسح، خذ الصندوق. والله علق العامل اللي عندي. عمر صار له جلتش. عمر ار يو اوكي؟ مو قادر يحط المويه بسبب الخبز اتوقع. هذا الخبز سوالي مشكله. اوه ايش الاغراض كثير هذه ما شاء الله. واو حتى على دفعتين جات. اول مره $99 نبيع. دايم نايس. يا اشياء كثير عندي ناقصه عشان هذا معلق. عمر حخصم عليك. تخيلوا يجي اليوم الثاني نفس الحكايه معلق كذا. الله لو يجي واحد مطنوخ يشتري هذه، يعني الحلم حيتحقق. واو شوفوا الاغراض، اولموست خلاص قربنا نخلص كل حاجه وانت مره معلق. ايش الحل معاه ماسك كرتون المويه؟ والله حرام في اشياء كثيره المفروض يوزعها. ها والله اني حسبت الخبز. انا ضحكت على نفسي عشان غيرت مكان الخبز، حسبت انه اشتروه وربي خرجت. اوكي خلصنا اليوم، ان شاء الله نقول هذا ما يكون معلق. خلينا نشوف الفواتير نسيتها. مانجمنت بيلز اوكي، ما عليه باقي لها يومين مو لازم ادفعها. حقت البنك برضو يقول باقي لها يومين فمو لازم ادفع. ما شاء الله صار عندنا $2200. خلينا ننهي اليوم نشوف ايش يصير. يا رب هذاك ما علق. شوفوا الاغراض الناقصه 11 غرض والاغراض الغاليه 9 اللي هي الخبز. لا معلق يا جماعة، معلق لسه. إذا تعرفوا كيف أفك التعليقة هذه أكتبوا لي تحت في التعليقات، لأنه صراحة عطلني يوم كامل. وراج شكرا على اجتهادك. عمر أعطيناك عين شكلنا. ما شاء الله عليك. بس خلاص خلاص أنت علقت على هذه صح؟ نغير لك مكانها هنا. هاي فك التعليق. لا زي الحرامية اللي كانوا يجوا. الآدم يعلق خلاص ما أعرف كيف أفكه. خلونا نسترجع الأشياء اللي سويناها اليوم. سوينا توسعة للسوبر ماركت حقنا، وكمان أخذنا منتجات التنظيف الجديدة. بس هذا طبعا الشكل مو عاجبني مرة، بس حنشوف كيف. وللأسف ما قدرنا نبيع أي خبز. الظاهر إنه خلاص حكنسل هذه الحركة لأنه مير هذا تزبط وما أعرف صراحة. إذا حابين نكمل في سلسلة السوبر ماركت أكتبوا لي تحت التعليق، وإذا حابين إنه إحنا نجرب نلعبها سوا مع بعض في البث المباشر برضو قولوا لي، لأنه لسه ما أعرف إذا يعني يعجبكم أبث هذه الألعاب أو لا. تعليقاتكم كلها أقراها ومرة مبسوطة فيها، وشكرا على تفاعلكم. التفاعل اللي أنتوا بتقدموه واللايكات صراحة مرة تحفزني أني أكمل في السلسلة أكثر وأكثر. مرة شكرا. الحلقة الجاية إن شاء الله أفكر أنه إحنا ناخذ هذه الرخصة وهذه الرخصة، الرخصتين دي عشان نكثر الأشياء عندنا ونبدأ نصير أغنياء. وإذا متحمسين للحلقة الجاية لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه عشان توصلكم كل الإشعارات. اكتبوا لي برضو أفكاركم وأراءكم للحلقة الجاية عشان أنا أستفيد وأتعلم كمان منها، وأراكم في الحلقات القادمة.